مالك يا يحيى هو نموذج لشاب فلاح من بلدية راشقية ولاية تيارت، أين قام بزراعة حقل لنبات دوار الشمس في هذه المنطقة الشبه الصحراوية، حيث نجح في هذه التجربة باعتبار هذه الزراعة تعد منتوجا استراتيجيا، وهو نبات موجه لاستخلاص مادة الزيت. وكنا مع الفلاحة هي، ومن بعد جراوك جاتنا التجربة تاع عبات الشمس هذه، قلنا نجربوا هذا الموسم معنا. جربنا في هذا الموسم بربع قطارات هي، ونجحت العملية وراهي مليحة، وخدمناها خدمة مليحة، داويناها، درنا لها لانجري، درنا لها الدواء، درنا لها هذه ملي زرعناها وحنايا معاها، ركبنا لها الكوتير ورانا نسقوا فيها مليح، وحتى اللي كبرت وخدمتها ساهلة، مش ما فيهاش تعب بزاف، وراها تجربة ناجحة 100%. هي زراعة لها مسار تقني تقريبا سهل، استطاع الأخ محمد رفقة أخويه أن يستمر في متابعته لهذه النبتة عن طريق السقي بالتقطير والرش ونزع الحشائش الضارة. هو نموذج للفلاحين آخرين من أجل أن يحذو حذو هذا الشاب في إطار مسار برنامج رئيس الجمهورية لدعم منتوج الدولة وتقليص فاتورة الاستيراد. صايرة في الميجات وراهي جايبة غلة مليحة ونجحت 100% كاع، وانت الزرع ناجح فيها، اللهم صل على النبي خير ربي، ونضربوا من الدولة تعاونوا شوية، راه تعب فيها وجاري وبزاف عليه. المرافقة اليومية لم تكن سهلة للشاب مالك في خدمة هذا الحقل من نبات دوار الشمس والمقدرة بأربعة هكتارات، كانت كفيلة له بنجاحه في زراعة هذه النبتة التي تعد أول تجربة ناجحة له في هذه الولاية، وعلى يد شاب يمتهن مهنة الفلاحة في انتظار حصد منتوج وفير.